وللحديث عن ملتقى مؤسسات العلماء لنصرة القدس وفلسطين ودلالات إقامته وتأثيره على القضية الفلسطينية والقدس وسط تصاعد عمليات الاستيطان والتهويد، معنا من اسطنبول نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. أهلا بك معنا أستاذ نواف. أهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم. أهلا بك أستاذ نواف. بداية، ما هي أهمية الملتقى الحالي، ملتقى مؤسسات العلماء لنصرة القدس وفلسطين، وبماذا يختلف عن غيره، وما هو الجديد فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن العلماء هم صمام أمان الأمة وهم محركو الفاعلية فيها، ولذلك من هنا يكسب هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 50 مؤسسة من 28 دولة من بلاد المسلمين ومؤسساتهم ومؤسسات العلماء. والغرض منه، وجه الاختلاف بينه وبين الملتقيات الأخرى، أن الملتقيات الأخرى ملتقيات أو كثير منها يعني عفوا يكون للإعلام والحديث في وسائل الإعلام، بينما هذا الملتقى هو للتنسيق ولتنسيق جهود العلماء ووضع الخطط الرامية لتفعيل دور الأمة تجاه الأقصى في المرحلة التي إن شاء الله مرحلة الإعداد لتحريره. العلماء يرون في هذا الملتقى وفي كل مكان اليوم أن تحرير المسجد الأقصى لا سيما بعد سيف القدس أضحى قريبا من أيدي اليهود الغاصبين، وأن استخلاصه من أيديهم بات مسألة وقت، وأن علينا أن نتحرك وأن نتفاعل، وأن الدور الكبير يقع على عاتق العلماء في تجييش الأمة وتحريكها وبنائها، بل ودعوتها للإعداد المادي والمعنوي والإيماني والدعم والتثبيت لأهلنا في داخل فلسطين، بعدما رأينا منهم الثبات والصمود في القدس وفي الضفة والجهاد والمقاومة في غزة والتضحيات في أرضنا 48. فاليوم العلماء يمثلوا سند حقيقي وأمل لشعبنا في داخل فلسطين بأن يفعلوا دور الأمة تجاه هذه القضية بشكل ظاهر وواضح. على كل حال، أنا أقول أن هذا الملتقى يمتاز لأنه لقاء عمل وليس لقاء إعلامي ولا لقاء عام مجرد مؤتمر. طيب، في هذا ندوة علمية. في هذا السياق سيد نواف، ما هي الخطوات العملية التي اتفقتم عليها كعلماء لنصرة القدس وفلسطين، وهل يمكن تطبيق هذه الخطوات على أرض الواقع؟ أكيد، لا شك أولا أن العلماء أولا في كل هيئة، كل مؤسسة، كل رابطة وضعت لنفسها في هذا الملتقى خطة على مستوى الشعب، على مستواها الفردي في لدى شعبها تفعيلا وتحريكا لجهودهم، وأيضا وضع خطة لمناشط مشتركة تتم، لا سيما أيضا مما رعاه العلماء في هذا اللقاء وخططوا ورتبوا له أسبوع القدس العالمي الذي أعلن العام الماضي، وجزاكم الله خيرا في قناتكم كان له دور مهم وكبير، كان لكم دور فيه وفي التفاعل معه. وضعت خطة خاصة لكل هيئة ولكل مؤسسة وعامة للمؤسسات في تفعيل هذا الأسبوع وجعله محطة خدمة لهذه القضية ودعم لشعبنا وقدسنا وتفاعل، لا سيما في هذا الوقت الذي يتكالب مع الأسف وبعض أبناء جلدتنا بالتماهي مع العدو الصهيوني والتطبيع معه، بل أكثر يعني أصبحنا نستحي أن نقول كلمة تطبيع. نعم، أيضا إلى أي مدى ساهم الواقع الحالي بعد ثورات الربيع العربي بدفع علماء الأمة إلى الواجهة مرة أخرى، وما ضرورة قيادتهم لهذا الحراك الداعم للقدس وفلسطين وإعادة القضية، قضية فلسطين كقضية مركزية؟ بالتأكيد أن الآن الدور هو دور العلماء، والعلماء هم الذين ينبغي أن يتصدروا ويحركوا، إذا كنت أنا فاهم في السؤال، لأنه ذهب مني يعني أنه لابد العلماء هم الذين يتصدروا في هذا الوقت المسيرة ويحركوا. ورأينا في هذا اللقاء فاعلية الروابط والمؤسسات العلمائية وجديتها في وضع خطوات عمل تعبوية وتربوية وداعمة بالمادة وكل ما يمكن
بل بالعهد استعهدت هذه المؤسسات بأن يكون لها دور مباشر في إمداد شعبنا بأسباب الثبات والصمود. الواقع الحالي وثورات الربيع العربي هل أثرت إيجابيا في يعني إعادة فلسطين إلى الواجهة من جديد؟ والله شوف، ثورات الربيع العربي على المدى القصير ربما يعني كان لها آثار، بعض الآثار السلبية على المستوى القريب، ولكنها على المستوى البعيد هي تصب في إطار قضية فلسطين وخلاصها، لأنها منحت الشعوب إحساس بعدم الخضوع والخنوع، وأن هؤلاء الذين كانوا متسلطين على هذه الشعوب يقمعونها ويحولون دون قيامها بواجبها. اليوم أنا أعتقد أن هذه الثورات أخرجت أجيالا غير قابلة للخنوع. نعم، إذن نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.